السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حريشات فرديين بطريقه جد سهله ومقادير اقتصاديه. وندوسوا الان المقادير وطريقه التحضير. الحرشه غادي نحتاجو هنا نص كيلو ديال السميده الرقيقه، ومويو عادي 500 غرام ديال السميده الرقيقه. وغادي نحتاجو وغادي ناخذ من واحد شويه اللي غنفند بها الحرشه ديالي ملي نبدا نشكلها. وعندي هنا ملعقه ديال الخميره المعجونه، جوج معالق ديال السنيده، ملعقه صغيره ملح، ونص كاس ديال الزيت المائده، وخميره واحده او بيكينغ باودر. وهنا عندي الجبن مخلط مع العسل اللي غندهن به هاد الحريشات ديالي، يعني كندوبو شويه كنديرو فوق النار الجبن مع الزبده. هذا غير جبن بلدي، تقدروا تستعملوا اي نوع من الاجبان اللي كيعجبكم، وتقدروا ديروا ايضا حشوات مالحه اللي مالا بحال الزيتون والجبن ولا الطون اللي يعجبكم. انا اقترحت عليكم هذه الطريقه ندير بها حريشات حلوين بالجبن والعسل. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذ السميده ديالي في هذا الاناء، هذا غادي نضيف السميده والسنيده والخميره المعجونه، وغادي نضيف الزيت المائده، وغادي نبسبس هذا الخليط على هذا الشكل هذا، وفي نفس الوقت كنعجن هذا الخميره باش ما تبقاش الحبات ديالها باينين. صافي، كنبسبسها جيدا على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا المقادير ديال الحرشه جد بسيطه، يعني تقدروا تعجنوها حتى بالحليب. انا غندير غير الماء، يعني مكونات اقتصاديين متوفرين في كل بيت، وكتجي مع ذلك لذيذه ورائعه. اللي كيبغيها بالحليب يديرها بالحليب. صافي، من بعد ما شربت ليا هاد السميده الرقيقه الزيت جيدا، غادي نضيف الخميره، غنضيف فقط مقدار نصف خميره، مقدار 4 غرام. دابا غادي نجمعها بالماء، كنستعمل انا غير الماء البارد. كما كتلاحظوا ملي كندير الماء كنبقاش نعجن الحرشه ديالي او السميده ديالي باش تجيني الحرشه مزيان، يعني غير كنجمعها باطراف الاصابع فقط، ما كن ندلكهاش، كنخدمها غير باطراف الاصابع على هذا الشكل هذا. نزيد الماء، نزيد مازال شويه ديال الماء، صافي. هانتوما كيما كتشوفو كنحصل على خليط على هاد الشكل هذا. دائما كنخدمها غير بأطراف الأصابع فقط، كنخليوها ترتاح واحد المدة قليلة. نزيد مزال شوية ديال الماء باش تشرب مزيان. صافي، كتجينا على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نبدا نشكل في الحريشات ديالي على هذا الشكل. كما كتشوفوا انا شكلت ديجا الاولى، كنفرش ورق الزبده في اللاطه ديالي باش ما تلصقش وتجي مزيانه. كما كتشوفوا كنحتاج طابع على هذا الشكل مربع، وغادي نحتاج هذا المرشم فقط غير باش نزين ندير واحد الجماليه في الحريشات ديالي. تقدروا تستعملوا اي مرشم عندكم. دابا غادي نعاود غادي ندير واحده اخرى. غادي نرش السميدة في سطح العمل. دابا غادي ناخد حريشات ديالي، الحرشة ديالي، وغادي نعجنها نقادها زعما في هنا هكا.
كنحرص ان جميع الجوانب تكونوا متساويين في العجين ديالي. بعد ما درت الطبقه الاولى غادي ندير طبقه ديال الجبن، غادي ندوزو على العجين كامله على هذا الشكل. هذا نزيد كميه، كيجيو في الصراحه عداد بزاف، وحتى طريقه التقديم ديالهم مختلفه شويه، يعني كيجيو زوينين بزاف. دابا غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال العجين اللي كتشوفوا معايا هكذا، نزيد الجهه الاخرى كنغطي هذا الجبن جيدا. راح نشيها هنا صافي. غادي نقدها بملعقه على هذا الشكل هذا. هذه هي الطريقه كما كتشوفوا معايا صافي. دابا غادي نضيف نرشها ثاني بالسميد، بسميده الطريقه هذه. دابا غادي ندير عليها هذا المرشم هذا كما كتشوفوا، صافي. غادي نحيد، كتجي خبيزات على هذا الشكل. كنتمنى تكون الطريقه واضحه. غادي نكمل العجين اللي بقى ليا، ومن بعد غندخلهم للفرن على درجه حراره متوسطه، وكنخليهم حتى كيتحمروا دغيا كيطيبوا، هما ما كياخذوش الوقت بزاف كيطيبوا، ومن بعد كنخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي للحريشات، كيجيو رائعين جدا، رطبين وهشاج بزاف، وبمذاق الجبن والعسل. كنتمنى لكم الطريقه وتجربوها، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو الى عجبكم، وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وتشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد. وكنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.